السلام عليكم، معكم موتوسيكل بيروت. عندنا جبنا لكم واحد الدراجه ناريه من الطراز الرفيع، داكشي ناضي. هاد الموتور هذا كيتوفر على بزاف ديال الحوايج. نوفو 2021 من ناحيه الروايد، فيها روايد ديال 18 كبارين و تي بليس، فيها السينيالات من هنايا فليكسيبل، بقا كتعوجهم ما كيتهرسو ما والو. لي فار سوكور كيشعلوا بالليد وكيشعلوا بالالوان. خلاص الكونتور فيها الكترونيك. زيد قرب معايا نشوفوا الكونتور ديالها. فيها كونتور الكترونيك، جهاز ديال الالارم. خلاص راه كلشي كيعرف هذا الجهاز ديال الالارم بالسوارت ديالو، بحال داكشي ديال الجولف 5. هذا موتور جي تي دي شي ناضي. الاسم ديال الموتور هذا سيغما سبور، فيه ماكينه كبيره ديال 110، فيه تكايه هنايا اللور خلاص فسنه طويله وجايه سامبل، باش حتى اللي تدو بلاص ما يجيش واحد عالي على واحد، كيجي داكشي ناضي. تكايه كما قلنا فيها الشبكه اللور ديال الفروج، باش عمر الفروج يتهرس في حاله ما طاح الموتور ولا شي حاجه. فيها الموتيسورات ديال اللور بحال هكا بالنسبه للناس اللي كيهزوا الثقال من اللور اللي كيشارجيو على الموتور، فيها الموتيسورات مدوبلين. فيها البار بريز ضروري كعارف على البرد، موتور بلومبرياج، موتور الصراحه الله كل المواصفات ديالو، موتور واعر، موتور ديال الطريق ديال اللي باغي يخدم على راسه، موتور ديال تمارا. وبالنسبه للثمن ديالو، ثمن فيها بلا ما نهضر على الثمن، حتى تجيو عندنا تزورونا ان شاء الله وغادي نقول لكم الثمن ديالو. بالنسبه للالوان ديالو كيتوفر في اللون الكحل الاسود وفي اللون الزرق. الزرق ديالو عاوتاني فيه بلو رويال، شو عاوتاني على الوين فيه كي داير، فيه لون واعر وفيه الكري وكاين الاحمر. اللون اللي بغيتو كاين عند موتوسيكل بيروت، ومرحبا بالجميع، الله يدير الخير. طاع.